أكد سفير المصرية لدى الهند وائل حامد أن اختيار مصر كضيف شرف لحضور احتفالات عيد الجمهورية بالهند يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين. وأضاف حامد خلال تصريحات للتلفزيون المصري أن العلاقات المصرية الهندية تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية. هذه السنة تم اختيار السيد رئيس الجمهورية ممثلا لجمهورية مصر العربية في ضوء الاهتمام الكبير الموجود من القيادة الهندية بمصر. ومن المهم جدا ان احنا نلاحظ حاجه في هذا الموضوع، ان هذه ستكون اول مشاركه لرئيس جمهوريه مصر العربيه في عيد الجمهوريه. هذا لم يحدث في تاريخ العلاقات ما بين البلدين، حتى في الخمسينات والستينات دايما نتكلم على هذه الفتره ان هي دي كانت فتره وصول العلاقات الى زهوها، الفتره بتاعت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي الراحل جواهرلال نهرو. حتى خلال هذه الفتره لم يتم دعوه رئيس مصري إلى أن يكون ضيف شرف في عيد الجمهورية. النهاردة بيتم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه المناسبة. فبالتالي احنا بنتوقع أن العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات القادمة ستشهد طفرة كبيرة جدا 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 نتيجة اهتمام الدولتين ببعض.